وسهلا بكم يا أصدقائي. إذن في إطار دروس المستوى السادس ابتدائي مادة الفرنسية، غنشوفو الدرس الأول الوحدة الأولى unité 1، غنشوفو grammaire وغنشوفو la phrase nominale et la phrase verbale. أول حاجة غنشرحو شنو الفرق ما بين la phrase nominale et la phrase verbale. La phrase nominale هي الجملة الإسمية اللي ما كيكونش فيها الفعل، ولا فراز فيربال هي الجمله الفعليه اللي كيكون فيها الفعل. اذا نشوفوا القاعده ومن بعد نشوفوا التمارين. اذا بالنسبه للقاعده نحاولوا نشوفوا لا ريغل كومبليت افيك لي مو سويفون اي نومينال كي ان فيرب اون فراز بوتيتر، يعني جمله كيفاش ممكن تكون؟ ممكن تكون فيربال وممكن تكون كوا نومينال. اذا ممكن تكون verbal وممكن تكون nominal. ما معنى une phrase nominale؟ c'est une phrase qui n'a pas de verbe. إذن phrase nominale هي الجملة الإسمية، والجملة الإسمية ما كيكونش فيها فعل. مثلا example merci professeur pour cette leçon، كيما شفتو هنا ما عندناش الفعل في الجملة، هذه جملة كتسمى une phrase nominale، يعني جملة إسمية، جملة إسمية ما كيكونش فيها الفعل. نمشيو النوع الثاني ديال الجمله اللي هي لا فراز فيربال. شنو هي لا فراز فيربال؟ هي الجمله الفعليه، والجمله الفعليه سي اون فراز كي ان فيرب، يعني فيها فعل. شنو هو فيرب؟ هو فعل. كي ان فيرب وشنو هو فيرب؟ هو فعل، يعني الجمله الفعليه كيكون فيها فعل. مثال سيت لوسون، هنا عندنا خاصنا نكملوا جمله فعليه بفعل، غنعملوا هنايا لوكسيليير اتر او فيرب اتر، غنعملوا سيت لوسون اي كاسكو فيدير، يعني هذا الدرس مفيد اي تري انتريسون. وفينا هو الفعل، هو لو فيرب اتر في ثروازيام بيرسون دو سانغولير، هو الفعل. يعني هادي سي اون فراز فيربال، يعني جمله فعليه كيكون فيها الفعل. اللي خاصكم تعرفوا كقاعده ان الجمله اون فراز جمله نوعين، نومينال اسميه ما كيكونش فيها الفعل، وفعليه كيكون فيها الفعل. اذا سي اون فراز نومينال كي نا با دو فيرب، ما كاينش فيها الفعل، وفراز فيربال كي هي ان فيرب اللي فيها الفعل. اذا غنمشيو باش نفهموا اكثر، غنمشيو للتمارين. اذا غنشوفوا التمارين، اول حاجه غنشوفوا التمرين الاول. اذا هذا التمرين باج 17 باج 17 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي طبعة جديده. اذا نحاولوا نشوفوا السؤال الاول. ركوبي شاك فراز على بلاس كي كونفيان دون لو تابلو، ركوبي شاك فراز على بلاس كي كونفيان دون لو تابلو. اشنو مطلوب منا؟ انني نرتب هاد لي فراز في هاد التابلو الى فراز فيربال جمل فعليه، وفراز نومينال جمله اسميه. فيربال فيها الفعل، وفراز نومينال ما فيهاش الفعل. اذا نقراو possible ouverture du festival des roses asfro. اذا اقرينا هذه الجمله كامله ما علقاش فيها الفعل، واذا هي تعجب، يعني فراز فيها تعجب في الاخر. اذا هذه جمله كيف هي؟ فراز نومينال. اذا نكتب هنا ا. نمشيو ب لو فيستيفال قناوة اي سيليبري اسويرا، يعني فيستيفال ديال قناوة يعني مشهور في الصويرة. اذا هنا عندنا الفيرب هو اتر في ثروازيام بيرسون سانغولي، يعني عندنا هنا فعل، عندنا فيرب. اذا هذه كتسمى فراز فيربال. اذا نعملو هنايا ب. غنمشي لسي غروند فيكتوار دو ليكيب ماروكين. اوكي، اذا غروند فيكتوار دو ليكيب ماروكين. اوكي، هنا ما كاين حتى فعل، يعني نصر كبير للمنتخب او الفريق المغربي، ما كاين حتى فعل في الجمله. اذا هذه كتسمى فراز نومينال. اذا غنعمل هنايا سي. غنمشي لدي لا تور حسان سو تروف اغابا. اذا عندنا فعل اللي هو سو تروفي، اذا هذا فعل. اذا هنايا هذه كتسمى فراز فيربال لان فيها الفعل. اذا غنكتب هنايا دي. اذا حنا صنفنا هاد الجمل الى فراز فيربال، فراز نومينال. غنمشيو السؤال الثاني. سؤال ثاني اشنو كيقول؟ انديك سيل ساجي دون فراز فيربال او دون فراز نومينال. قال لك غتحدد واش هادي فراز فيربال جمله فعليه ولا جمله اسميه. سهله، كان الفعل راه فراز فيربال، ما كانش الفعل راه فراز نومينال. لا كتبيه سو تروف ا مراكش، هنا عندنا الفعل اللي هو سو تروفي، اذا عندنا فعل، هادي كتسمى فراز فيربال. تري بيان. كوني تو لا فيل دو طنجي، عندنا هنا كوني لو فيرب كونيتر، يعني عندي فعل، يعني هادي كتسمى فراز فيربال. تري بيان.
ديليسيو سو طاجين، يعني كما كتشوفونا ما كاين حتى فعل، لذيذ هذا الطاجين. اوكي ديما كما لاحظتوا ان الجمل الاسميه ومن بعد نشرح لكم كتكون فيها تعجب، يعني كتكون في خاص اكسكلاماتيف، يعني ماشي دائما ولكن على الاغلب، وغنشوفوا حالات اخرى. اذا ديليسيو سو طاجين ما كاينش، ما كاينش الفعل، اذا هذه في خاز نومينال. تري بيان، اكادير اي اون بيل فيل كوتيير. اذا يعني هنايا شنو عندنا؟ لو فيرب اتر عندنا، يعني فيرب، يعني هذه كتسمى فراز فيربال. تري بيان، غنمشيو او نوز افون فيزيتي لو ميزي دي ودايا، يعني زرنا الميزي ديال ودايا، متحف الودايا. اذا عندنا هنايا فيزيتي، فيغ فيزيتي، اذا هنايا عندنا فعل، اذا هذه كتسمى فراز فيربال. تري بيان، غنمشيو السؤال الثالث، وهنا ردوا معايا البال باش نفهموا اكثر. ترانسفورم سي فراز نومينال اون فراز فيربال كوم دون ليكزامبل، فوالا لو غيد دو سيت اكسكورسيون، سي لو غيد دو سيت اكسكورسيون. اوكي اشنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا جمله اسميه يعني فراز نومينال، وغنحولوها لفراز فيربال يعني جمله فعليه. اوكي اذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا كان ما كانش عندنا الفعل، وهنايا عملنا الفعل، اذا غنحولوا جمله اسميه فراز نومينال غنحولوها لفراز فيربال. سهله، تبعوا معايا شنو عندنا. امون تور ماتنو، اذا هنايا شنو غنقول؟ هنا ما عندناش يعني ما عندناش فعل، غنعمل اسهل فعل هو فيرب اتر. غنقول مثلا هنايا غنقول يعني سي مون تور، غنعملوا كيما السؤال، غنعملوا هنايا سي، ها هو الفعل اتر، سي مون تور، سي مون تور، نعمل نقطه. وي اذا هنا عملنا فيرب اتر يعني رجعناها فراز فيربال. غنمشيو لبي، كيل بو ميناغي، اذا شنو غنعملو هنايا؟ اللي عندنا هنا كيل بو ميناغي، اذا هنايا شنو عندنا؟ عندنا جمله اسميه ما فيهاش الفعل، اذا شنو غنعملو باش نحولوها لجمله فعليه؟ غنعملو غير كذلك فيرب اتر، غنعملو هنايا سو ميناغي، سو ميناغي كوا اي بو، ونعملو كذلك فيرب اتر، اذا سوميناري اي بو، وعملنا فيرب اتر، يعني ساهل باش نحول جمله اسميه لجمله فعليه، كندخل على الجمله غير فيرب اتر، وكنبدا بهذاك الاسم هو اللي مثلا ممكن نبدا بهذاك سوميناري، كنشير ليه انه جميل. اذا مثلا هنا امون تور كنرجع هنايا هذا سي مون تور، الدور ديالي، ممكن نكمل هنا سي مون تور ماتنو، يعني هذه راه غير ديال سميتو ماتنو، يعني دابا، يعني هنا ماتنو. اوكي اذا هنا حولنا الجمله الاسميه، حولناها جمله فعليه بطريقه سهله. تري بيان، غنمشيو دابا السؤال الرابع. اكري ان فراز دو شاك سورت، يعني شنو قالنا؟ غتكتب جمله اوكي فراز فيربال، فراز نومينال، غتكتب جمله فعليه، جمله اسميه. ممكن نقولوا مثلا فراز فيربال سهله، سي تون، سي تون بيل فيل، مدينه جميله، سي تون بيل فيل، ونعمل جمله. هذه غنحولها لكم باش تعرفوا كيفاش، ونحولوها فراز نومينال. فراز نومينال نحولوها بطريقه سهله، نعمل فيها تعجب. شنو نعمل؟ كيل، كيل، اوكي شنو نعملو؟ كيل كوا وي الوغ، كيل بيل فيل، زون الفعل، كيل بيل فيل، وهذا تعجب، ونعمل علامه تعجب. يعني هنا ملي كيكون عندنا التعجب ممكن كنعمل غير الاسم ولا ادجكتيف ديالو، الصفه ديالو. تري بيان، اذا شفنا، حاولوا تفرقوا ما بين الجمله الفعليه اللي هي فيرب فيربال، جمله فعليه فيرب، هنايا فيها الفيرب يعني كتسمى فراز فيربال، وجمله اسميه ما فيهاش فعل كتسمى فراز نومينال. وممكن نحول من فراز فيربال فراز نومينال، والعكس، ممكن نحول من فراز نومينال فراز فيربال، يعني من جمله فعليه الاسميه، والعكس، نحول من جمله اسميه لجمله فعليه. ما كيكون عندي جمله اسميه وبغيت نحولها لجمله فعليه كنزيد ليها فيرب، ومعظم كنعملوا اتر دابا حيت باقي، يعني سي تري فاسيل، ساهل. ومثلا ممكن نحول العكس، اذا ممكن نحول مثلا كتكون عندي جمله فعليه نحولها لجمله اسميه كنزول الفيرب، اوكي يعني، وكنعمل كنخدم بلاجيكتيف والاسم الى اخره. اذا ممكن نعمل علامه يعني تكون يعني فراز اكسلاماتيف فيها تعجب، ممكن نعملها فراز عاديه. تري بيان، دابا غنشوف الايفالياسيون. تري بيان، نمشيو سؤال اول في ايفالياسيون. ترانسفورم سي فراز نومينال اون فراز فيربال، اذا دابا نحول من جمله اسميه لجمله فعليه. Essaye de voir. À moi cette récompense. Qui fait que cette جمله اسميه فيها تعجب. À moi cette récompense. ماش غنبدا. غنبدا بالاسم، غنعمل هنايا cette
نخليها كما هي سي تري كومبونس، عندها بها عندها بالاسم بحال المبتدا والخبر. سي تري كومبونس اش غنعملوا؟ سي تري كومبونس سي ريكومبونس مالو اي اموا، يعني ديالي اي اموا، يعني هاد المكافاه ديالي اي اموا. اوكي، ونعمل هنا غير نقطه، هنا ماشي تعجب. تري بيان، اذا بالنسبه هنايا عندنا كيل بيل تور، هنايا نعمل جمله فعليه نزيد مثلا هنايا نحيد نخلي نحيد كيل وعنعمل هنايا الفيرب اتر. اوكي، وعنقولوا مثلا سون بيل تور، اذا نعملوا هنا سي تون بيل تور، وزدنا هنايا فيرب اتر ولا جمله فعليه. اذا سي تون فراز، هنايا كيفاش هاد الفراز؟ سي فراز فيربال. ترو تار، اذا غنزيد هنا سهله، غنزيد غير فيرب اتر ونعمل سي ترو تار. سي ترو تار، شفتوا هنا زدنا غير فيرب اتر يعني اوكسيليير اتر. غنمشيو للتال دي، اتونسيون دي سون دونجورو، اذا شنو غنعملو؟ نخليو اتونسيون، غنخليو اتونسيون اتونسيون، احذر هذا الهبوط خطير. غنعملو سيت، نعملو الاشاره، اما نعملو يعني بغينا نعملو جمله مثلا هنايا مثلا كتكون هنا فيها تعجب، اما كنعملو فيرب اتر ولا كنشيلو لهذاك الفعل وكنعملو الفيرب اتر. مثلا بحال هنايا نعملو سيت ديسونت ونعملو فيرب اتر. اوكي، اي دونجوروز، اي دونجوروز، ونعمل هنايا نقطه. يعني كما لاحظتوا في الجمله الاسميه بزاف كتكون فيها تعجب، اما كنعمل كيل ولا كنعمل مثلا شي حاجه فيها التحذير، يعني ولا ميرسي مثلا بور فوتر اتونسيون، يعني كيكون شي حاجه يعني فيها تعجب، ولا جمله كتشير شي حاجه الى اخره. اذا بغينا نحولوها من جمله اسميه جمله فعليه كما عملنا هنايا، كنزيد غير فيرب اتر. اوكي، وكنشيل هذيك الحاجه اللي بغيت نوصفها وكنعمل فيرب اتر. اوكي، هنايا راه نمشيو دابا العكس، غنمشيو دو، غنمشيو هنايا شنو غنوصفو؟ هنا غنبدلو، غنشونجيو، غنحولو لي فراز فيربال اون فراز نومينال، يعني من جملة فعلية لجملة الإسمية. إذا حولنا من جملة الفعلية لجملة الإسمية، شنو خاصني نعمل؟ خاصني نزول هاد فيرب إتر. أوكي، إذا ردو البال، اللي خدمنا هنا بيه غير فيرب إتر، مكنحول من نومينال فيربال كنزيد غير إتر. أوكي، إي يعني فيرب اتر، وهنايا ما كنحول عاوتاني من جمله الاسميه، هنا عندنا جمله فعليه وعنرجع جمله اسميه، غنزول هذاك فيرب اتر ونرجعها جمله اسميه. اذا شنو عندنا؟ تبعوا معايا، سو بيزاج اي تري بو، غنحيد هاد اي، اذا خصني نوصف هاد بيزاج. اذا شنو غنعمل؟ تبعوا معايا، ملي كنبغي نحول فراز فيربال لفراز نومينال جيني سهله، كنعمل فيها تعجب، يعني فراز اكسلاماتيف، وعملت فيها تعجب اما نزيد كيل كيل ولا كو. اذا هنا عندنا بيزاج مذكر، اذا نعمل كيل مذكر وردوا البال. بالنسبه في الجمله هنا، اذا الفراز اكسلاماتيف نبدا بالادجكتيف هو الاول، يعني غنقول كيل بو كوا، ونبدا بالاسم اللي غيوصفو، يعني كيل بو بيزاج. وما تنساوش في الجمله الاسميه هنايا، حيت عملنا كي نعملو تعجب. تري بيان، لو كيد اي اريفي، اذا هنايا لو كيد اي اريفي، غنحيد هذاك فيرب اتر اي وغنرجعها الجمله اسميه. اذا هنايا باش نرجعها الجمله اسميه، ممكن نعمل فوالا فوالا مثلا لاريفي دو غيد، يعني شوفوا يعني وصول مثلا المرشد. اذا نعمل فوالا، هذه طريقه باش ترجع جمله اسميه بتنشر شي حاجه، كنبدا بالاشاره بتنشر شي حاجه، نقول فوالا. اوكي، فوالا مثلا، نقول مثلا فوالا لاريفي، فوالا لاريفي، اوكي لاريفي دو زو، لاريفي دو غيد، لاريفي دو غيد. تري بيان، اذا نمشيو اخر جمله اللي هي سيت فيزيت اي فريمون انتريسونت، نرجعها فيها تعجب. اذا مادام فيها تعجب غنعمل فيها كيل ولا كيل. اذا هنا عندنا هنا فيزيت مؤنث، اذا نعمل كيل تانيث ونعمل كيل كوا، باش كنبداو بالادجكتيف. اذا نعمل كيل انتريسونت، انتريسونت كوا، كيل انتريسونت فيزيت، وما نساوش اسم الاشاره، نعمل هنا علامة التعجب. تري بيان، بهذا نكونو سالينا باج 17 من كتاب ميزابرونتيساج اون فرونسي للمستوى السادس ابتدائي، وسنستمر في هاد الدروس باش فهم مزيان الدروس ديال الساس ديال الفرنسية. وإلى اللقاء، وكنتمنى لكم التوفيق في الدراسة.